السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم في المسألة رقم 2، وإحنا اخترناها من الشابتر بتاع الماثيماتيكال موديل أند بروبلم سولفينج، شابتر 1. المسألة دي هي عبارة عن 1-8، وبتقول إيه؟ عندنا جروب من 35 طالب، جروب أوف ستودنتس 35 طالب، تمام؟ خلينا نختار اللون الأحمر، 35 طالب، والجروب ده هيختاروا فصل. الفصل ده كان الألعاب بتاعته عبارة عن 11. جيت كده جي عملت سمت الفصل، تمام، 11 أبعاده 11 متر في 8 متر في 3 متر. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ايش student takes about 75% متر مكعب، يعني حجم كل طالب منهم عبارة عن الرقم ده. وبيقول لي gives about كل واحد فيهم بيديني حوالي 80 واط. طبعا ده حاجات يعني انه احنا من ذوات الدم الحار كبني ادمين، وبالتالي بنطلع هيت يعني من اجسامنا والتنفس بتاعنا وهكذا. يعني هو خد الكلام ده كله ب 80 واط. calculate the air temperature rise during the first 20 minutes، احسب لي درجة الحرارة اللي الهواء جوه الأوضة دي هيرتفعها لما الطلبه ال 35 طالب دول يبقوا موجودين. طبعا احنا لو قاعدين في مكان فطبعا بنقعد شويه كده، ولو مفيش مراوح او كده بنلاقي المكان درجه حرارته عاليه. هو عايز يعرف درجه الحراره راحت على المكان ده في خلال 20 دقيقه قد ايه، علما بانه ان المكان ده كومبليتلي سيلد عشان تبقى حساباتك دقيقه وصحيحه، وان الكيو اللي عندك دي تبقى ثابته ما بتتاثرش. لانه لو انا دلوقتي الباب مفتوح عندي فالكيو دي هتهرب، وبالتالي درجه الحراره ممكن تبقى مستقره شويه الى حد ما. فهو بيقول لا، انا دلوقتي الاوضه اللي عندي دي كومبليتلي سيلد، وبالتالي 80 واط تبقى مظبوطه لما انا اعمل حساباتي عليها ما بتتغيرش. خلاص اسيوم ذا هيت كاباسيتي سي في فور ذا اير 0.718 كيلو جول، والاير از ان ايديال جاز ات 20 درجه سيلسيه، وعند ضغط جو 101.325 كيلو باسكال. وبيقول لك لاحظ انه الهيت ابسوربد باي ذا اير كيو از ريليتد تو ذا ماس. طبعا بيديك انه الكيو او درجه الحراره او كميه الطاقه الحراريه اللي هيكتسبها الهواء بتاجي من المعادله دي اللي هي كيو بتساوي الام سي في في تي 2 ناقص تي 1. وبيقول لك ان انت لو حبيت تجيب كتله الهواء ذا ماس اوف اير كان بي اوبتند فروم ذا ايديال جاز اللي هو بي في بيساوي الام على المولكولار ويت في الار تي، يعني عدد المولات. لو تفتكر كده بي في بيساوي ان ار تي، فهو فك لانه قال لك عباره عن الام على الميكروويت اللي هو كتله الماده على كتله المول منها. وير ذا بي از ذا جاز بريشر طبعا، والفي الفوليوم، والام دبليو تي اللي هي الميكروويت في اير، وادى لك 28.97 كيلو جرام لكل كيلو مول، والار هي عباره عن الايديال جاز كونستنت. تعال نشوف احنا هنتكلم ازاي في المعادله كده. احنا يهمنا ايه؟ نجيب التي 2. يبقى الريكوايرد بتاعنا الريكوايرد اللي هو الـ temperature rise اللي هي كام؟ T2، احنا عايزين الـ T2. طيب الحقيقة إن هو الراجل عدى المرحلة بتاعة الفيزيكال موديل زي ما احنا شرحنا المسألة اللي فاتت، ودخلنا في الماثيماتيكال موديل وجاب لنا دي. احنا بنحل حل اناليتيكال، بنبنش مارك على طول، بنجيب الـ T2. فهنشتغل على المعدات على طول، أكننا إن احنا عندنا الخطة بتاعة الفيزيكال موديل وعرفناها، ودخلنا في الماثيماتيكال موديل وبنحسب. طيب انا عندي معادلتين. المعادله الاولانيه بتقول الكيو بيساوي الام سي في في تي 2 ناقص تي 1. طيب الام عندي هي كتله الاير، هل انا عارفها؟ لا. سي في معلومه، التي 2 دي اللي انا عاوزها، التي 1 معلومه، الكيو معلومه انه عندي 80 واط. طيب انا عايز اجيب الام اير، فهو بيقول لي هنا ذا ماس اوف اير كان بي اوبتين، تقدر تجيبها من العلاقه دي، بي في بيساوي الام على الميكروويت في الار في تي. اذا هنقول ده نخلي المعادلة دي رقم 1، وهنقول انه البي في بيساوي الام على المولكولار ويت في الار في التي، دي المعادلة رقم 2. برضو تعالى نبص على المعادلة دي، هتلاقي ان البي موجودة، الفي بتاعت الاير انت اللي عاوزها ومش موجودة عندك، بس هي الحقيقة نقدر نجيبها. الام اير دي اللي احنا عاوزينها برضو، الار والتي والمولكولار ويت معلومين. تعالى نشوف هنجيبهم ازاي. خلينا نختار اللون الاصفر هنا عشان يبقى افضل. احنا قلنا انه البي في بيساوي الام اير على المولكولار ويت ار تي، الفي هي الفي بتاعت الاير. طيب
هنجيب الفي اير، بنقول بما ان الفي اير هي عباره عن ايه، حجم الهواء اللي موجود في الغرفه عباره عن حجم الروم كله، ده لو ما كانش فيه ستودنتس. لكن لا، دلوقتي بقى فيه ستودنتس هيشغلوا حيز من الفراغ، يبقى ناقص الفي ستودنتس. طيب حجم الروم هو عباره عن 11 في 8 في 3 ناقص الفي ستودنتس، عباره عن كل 35 طالب، في كل واحد فيهم كان بيشغل حيز 75 من 1000 متر مكعب. الرقم ده لو انا حسبته هلاقيه بيديني حوالي 2 6 1 3 7 5 متر مكعب. إذا أنا أقدر أعوض في العلاقة دي، يبقى إذا البي عبارة عن 101 3 2 5 في 10^3 في الفي إير اللي هي عبارة عن 2 6 1 3 7 5 بيساوي الإم إير دي اللي مطلوبة. المولكولار ويت بتاع الهواء هو عبارة عن 28/97 في الثابت العام للغازات اللي هو 8.314 في التمبريتشر عبارة عن 20/273. إذا أنا دلوقتي بقى أصبح عندي الـ M air معلومة. الـ M air هي بتساوي لو جيت حسبتها هتلاقي 3 1 4 96 كيلو جرام. دي الـ M air. لسه انا ما وصلتش، يعني انا دلوقتي جبت الام اير، فلو انا رجعت كده هو انا جبت الام اير دي، انا عاوز الدي 2 خلاص واحد. فاعمل ايه؟ اكتب اقول بما ان الكيو بيساوي الام سي في في الدي 2 ناقص الدي 1. الكيو دي عباره عن ايه؟ عباره عن 80، ده لو شخص واحد، لكن دول عباره عن 35 واحد كمان. في ايه ده؟ هو عاوزهم في خلال 20 ثانيه، 20 مينتس. فانا هو مديني 20 دقيقه وضربتهم في 60 حولتهم لثانيه، لانه الكيو دي ليه انا ضربت في ثانيه هنا في 60 ثانيه، في 60 ثانيه لان انا عندي ال 80 واط عباره عن جول على السكند. لو انا رجعت المساله بتاعتي بلاقي انه ال 80 واط هي عباره 1 واط بيساوي 1 جول بير سكند، ودي حق معلومه يعني معروفه مش محتاجه. طيب الام هي عباره عن ام اير وجبناها 3 1 4 96 كيلو جرام. هي السي في، السي في هنا 7 1 8، بس نخلي بالنا من الوحدات يا باش مهندسين. هنلاقي انه عبارة عن السي في هنا فور اير از 0.718 كيلو جول، وانا عندي هنا الحسابات بتاعتي بالجول، وبالتالي انا لازم اضرب في 10^3 عشان الحسابات تطلع دقيقة عندي. في تي 2 ناقص تي 1، تي 1 هنا ب 20 درجة سيليزية. بس هنا انه الفرق مش بالسيليزيوس، هنا هو نفس الفرق بالكلفن. الاقي انه في الاخر التي 2 لما اضرب الحسبه دي، انا يعني طبعا ما فيش غير التي 2 هي اللي مجهوله، فالتي 2 هتطلع عندي حوالي 34.858 درجه سيليزي، وده اللي مطلوب من المساله 1.8.